السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكون امكانكم خير وصحه وسلامه. بما انه حاليا في موسم الخريف، حبيت اسوي هذا الفيديو اتكلم على اهم استخدامات اوراق الخريف وشلون تقدرون تسوون سماد مجاني باستخدام اوراق الخريف، سماد فعال مضمون ومجرب ان شاء الله. اوراق الخريف اللي تساقطت ممكن تستفادون معها، فهي هديه من الطبيعه، هديه من الله سبحانه وتعالى. ممكن تستفادون معها بعده طرق لعمل سماد مجاني ممتاز جدا. راح نشرح لكم بعض الامور حول هذا الشيء، وايضا راح نتكلم على اهم الخطوات اللي لازم نسويها لعمل هذا النوع من السماد. طبعا الشجره تستخرج المعادن اللي تحتاجها من الجذور، وبعدين يتم تخزين هاي المعادن في اوراق الاشجار على مدار الصيف. واول ما يصير وقت فصل الخريف راح تسقط هاي الاوراق على الارض، وبعدين راح تبدي عمليه التحلل على يد مجتمع من الكائنات الدقيقة الموجودة بالتربة. أوراق الأشجار هي طعام مفضل للدودة الأرضية، وأيضا عام بعد عام راح يتم تعدين وتساقط الأوراق، وبالتالي راح تصبح التربة غنية وخصبة بشكل مدهش بالغابات. وأيضا يتم تسميد التربة بسبب هاي العملية الطبيعية اللي يتم بها تحلل الأوراق اللي تتساقط. اليوم راح نتحدث عن الطرق للاستفادة القصوى من هاي الهدية اللي هي أوراق المتساقطة من الأشجار. الطريقة الأولى هي أنه تستخدمون أوراق كطبقة سميكة، تجمعون كمية كبيرة من الأوراق، ممكن تخلوها بالحديقة ويعني تصنعون طبقة سميكة بسماكة تقريبا قدم واحد. ممكن أنه تخلون أكياس محتوية على الأوراق فوق التربة وتستخدمها كطبقة عازلة، وهي الطريقة راح تساعد على احتفاظ بالرطوبة داخل التربة، وبنفس الوقت أيضا توفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات. والطريقة الأولى مثل ما قلنا أنه تستخدموها كطبقة سميكة فوق التربة. أما عن الطريقة الثانية فهي تفتيت الأوراق والتسميد البطيء. بهاي الطريقة راح تأخذون الأوراق الرقيقة مثل أوراق القيقب وتقومون بتنقيعها وتكويمها مع باقي النباتات الخضراء من الحديقة. ممكن أنه تساعد الأعشاب الأخرى والمواد الخضراء الأخرى من الحديقة، تساعد بتسريع عملية التحلل. وهاي الكوم راح تكون مصدر ممتاز جدا للميكروبات المفيدة، وأيضا تستخدم لصنع شاي السماد. الطريقة الثالثة هي الحرق السريع. بهاي الطريقة راح تقومون بحرق الأوراق بسرعة حتى تتخلصون من بذور الأعشاب الضارة وأيضا بعض العشب الأخرى. وبعد انتهاء من حرق راح تخلون الأوراق المحروقة فوق السرير الزراعي اللي هي الصندوق الزراعي الخشبي إذا عندكم، أو ممكن تخلون مباشرة على التربة. وتحت هاي الطبقة راح تكون التربة خالية من أعشاب وتحتوي على الرماد اللي يحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا. الرماد حصلته من حرق السريع للأوراق، وهي الطريقة الثالثة. أما الطريقة الرابعة وهي التحلل مع مساعدة الدمادم. إذا كان عندكم كمية كبيرة من السماد الدجاجي ممكن أنه تستخدمون هاي الطريقة. راح تقومون بتكديس الأوراق مع السماد الدجاج بنسبة 10% سماد و 90% أوراق. ممكن أنه تستخدمون أيضا بعض الماء حتى تسرعون عملية التحلل. وبعد الشتاء راح تحصلوا على سماد عالي جودة، ممكن تستخدموه في الري بالتنقيط وصنع سماد سائل. لكن كتحذير هاي الخطوة راح تكون شوية صعبة، وبنفس الوقت أيضا الريحة مالتها جدا كريهة. الطريقة الخامسة هي تكسير الأوراق باستخدام الجزارة. بهاي الطريقة راح تقومون بمزج بقايا الحديقة الأوراق القوية مثل أوراق البلوط، وبعدين راح تستخدمون الجزارة حتى تكسرون هاي الأوراق وتحولوها إلى جزئيات صغيرة. وبعد هذا الشيء ممكن أنه تخلون هذا الخليط على سرير الزراعة أو مثلا أو مباشرة على التربة، والدود راح يعشق، الدود والكائنات الدقيقة راح تعشق هذا الخليط وراح تساهم تحسين جودة التربة أيضا. طبعا لما تستخدمون الأوراق عندي تحذير واحد فقط، تستخدمون أوراق بسموك سميك كطبقة، لازم تتجنبون وضعها فوق النباتات الصغيرة اللي تحتاج أنه تنمو خلال الخريف والشتاء. إذا كنتوا تخططون أنه زرعوا مثلا ثوم، يفضل أنه تستخدمون طبقة رقيقة جدا من الأوراق المفتتة أو القش حتى تسمحون للنبات بالنمو بالحرية. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.